أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث. في الرياض أدى عبد العزيز المفلحي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظا لعدن، فيما لا يزال الأمر على الأرض غامضا ومشدودا في اتجاهات لا تنبئ أن الأزمة الناتجة عن قرار تغيير قيادة السلطة المحلية في عدن ذاهبة باتجاه الحل السريع. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقش تطورات أزمة تغيير قيادة محافظة عدن وتداعياتها. على الرغم مما يشير إليه أداء المفلحي لليمين الدستورية محافظا جديدا للعاصمة المؤقتة عدن والذي يؤكد أن الأزمة على وشك الانتهاء، إلا أن الواقع يقول أيضا أن الأزمة لم تنتهي بعد. في عدن لا تزال المظاهرات المؤيدة للواء عيدروس الزبيدي قائمة وتندد بشكل واضح بقرار رئيس الجمهورية بوصفه تعديا على حق الجنوبيين بمسار سياسي مختلف، مدفوع بتأييد واضح من الإمارات والدولة الثانية في تحالف دعم الشرعية. في الرياض يبدو الرئيس هادي مدعوما بتأييد السعودية ورضا واشنطن الظاهر في لقاءين جمعا الرئيس هادي بالملك سلمان والسفير الأمريكي بالمحافظ المعين، ويبقى السؤال كيف يمكن عكس ذلك في الشارع الجنوبي الذي بات أكثر احتجاجا لاستعادة أو احتياجا لاستعادة الحياة بشكل يكفل إنهاء حالة الانقسام فيه. قبل أن نبدأ النقاش مع الضيوف نذهب لمتابعة هذا التقرير. بعد يومين من قرار تعيينه محافظا لعدن، أدى عبد العزيز المفلحي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في دليل واضح على المضي قدما في تنفيذ القرارات الأخيرة التي أثارت موجة من الجدل في أوساط الشارع اليمني. المفلحي جاء خلفا للواء عيدروس الزبيدي الذي تمت إقالته بعد وصول العلاقة بين الحكومة الشرعية وبين السلطة المحلية في عدن إلى طريق مسدود، إثر تبادل للاتهامات بين الطرفين فيما يتعلق بملف الخدمات والملفات الأمنية. التغيير بحسب مراقبين يعكس أزمة متعددة الأبعاد والأطراف تتعلق بعدم وضوح العلاقة بين مكونات التحالف والأطراف اليمنية، ففي حين اندفعت السلطة المحلية في عدن باتجاه الإمارات لم تتمكن الأخيرة من الانفتاح على الحكومة والرئاسة وبقية المكونات داخل الشرعية. عقب القرار المفاجئ ارتفع منسوب التوتر في شوارع عدن، لكنه لم يخرج عن سياق الاحتجاج والتظاهر ورفع أعلام وشعارات الحراك الجنوبي، ولم تصدر أي مواقف من المكونات السياسية في الشارع الجنوبي نظرا لعدم تشكيلها أو تأطيرها سياسيا. لقاء السفير الأمريكي بالمحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي الجمعة الماضية أسهم إلى حد كبير في كبح جماح المواقف المتشنجة، وخاصة تلك الصادرة من قبل كتاب ومسؤولين محسوبين على إحدى دول التحالف. كما أن لقاء الرئيس هادي بالعاهل السعودي أوصل رسالة إيجابية مفادها أن قرار هادي يحظى بدعم إقليمي ودولي، وهما سيجعل من قرار وصول المحافظ الجديد إلى عدن وشيكا، وهو يحمل معالجات أو رؤى اقتصادية لحلحلة الأوضاع في المحافظة وتقديم حلول وبدائل في مجال الخدمات العامة. تعيش عدن على صفيح ساخن من جميع النواحي، وما زالت الأصابع على الزناد، وهو ما يلقي بالمسؤولية الكبرى والمباشرة على دول التحالف وحلفائها على الأرض للدفع باتجاه تجاوز الإشكالية الحالية، واعتبار أن القرار جزء من صلاحيات الرئيس ومسؤولياته، والالتفات للمعركة الكبرى المتمثلة باستعادة الدولة وإنهاء حالة الانقلاب. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ الحلقة من عدن مع الصحفي فتحي بالأزرق. مرحبا بك سيد فتحي، وبداية منذ صدور قرار تعيين المفلحي محافظا جديدا لعدن كانت هنالك العديد من المواقف الرافضة لإبعاد الزبيدي. اليوم بعد أداء المفلحي لليمين الدستورية، كيف سيكون عليه الحال في عدن برأيك؟ شخصيا أعتقد أن الوضع السياسي أو الأزمة الحالية في عدن في طريقها للإفراج خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصا مع قيام المحافظ الجديد عبد المفلحي تأدية اليمين الدستورية. تأدية اليمين الدستورية بعد يوم من لقاء رئيس هادي بالعهد الشبابي ولقاء المحافظ المفلحي بالسفير الأمريكي، نعم، مؤشرات واضحة وجلية بأن هناك دعم أمريكي وهناك دعم سعودي لإدارة الرئيس هادي والمحافظ الجديد. ما يتبقى في عدن هو أن تتم عملية تسوية سياسية بين الأطراف المختلفة أو المتنازعة حاليا.
نحن في عدن نتمنى اولا الا تصل كل الاطراف المختلفه الى حاله من الصدام السياسيه او العسكريه على الارض. نتمنى ان تكون هناك تسويه سياسيه بين كل هذه الاطراف، وهذه التسويه لن تتم ولن تحدث الا بتوافق تشارك فيه دول التحالف العربي بما يعيد ترتيب الوضع العام في عدن كاملا. نعم سيد فتحي، أنت تحدثت عن أن القرار أتى بتوافق وبدعم إقليمي وأيضا دولي، ولكن ماذا بالنسبة للشارع الآن؟ هل يستوعب هذا التوافق وهذا الدعم؟ هل أداء اليمين سينهي حالة المطالبات والاحتجاجات في الشارع؟ الحقيقة أن اللواء الزبيدي كان ولا يزال يتمتع بتأييد شعبي كبير، وكذلك المفلحي يتمتع بتأييد شعبي أيضا. لا يوجد خلاف حول شخصية الزبيدي أو المفلحي، هناك خلاف بين أطراف هو خلاف سابق لعملية تعيين اللواء الزبيدي محافظا ولاحقا تعيين المفلحي. هناك مشكلة كبيرة بين كل هذه الأطراف، مشكلة كبيرة بين الإدارة الإماراتية وبين الاتحادي، غياب أي حضور لدول التحالف العربي في عدن بشكل جيد يوافق بين كل الأطراف المسلحة والمتنازعة في عدن. لذلك المشكلة لا تتصل بشخص اللواء الزبيدي ولا تتصل بشخص المفلحي، هناك خلاف بين الإمارات والاتحادي، وهذا الخلاف انعكس على الحياه العامه في عدن. لذلك فالحل حتى وان تم تنصيب المفلحي محافظا وصارت اموره يتوقف ان هذه الاطراف تعترف بوجود خلاف فيما بينها، تعترف بوجود شقاق كبير، وان تسعى كل هذه الاطراف لحل مشكله عدن، اعاده ترتيب عدن، اعاده ترتيب المعسكرات، اعاده ترتيب وضع السلطات الامنيه، اعاده ترتيب وضع السلطه التنفيذيه في عدن، تفعيل المحاكم. كل هذه الاشياء هي محتاجه لعمليه سياسيه كبيره تشارك فيها كل الاطراف، لا يمكن للشرعيه منفرده ان تسعى او تحقق اي حاله من الاستقرار في عدن، ايضا لا يمكن لاي سلطه محليه في عدن ان تسعى دون التوافق مع دوله الامارات العربيه، دون التوافق مع المملكه العربيه السعوديه. كل هذه الاطراف هي ملزمه اليوم ان تجلس على طاوله حوار واحده وان تخرج بعمليه سياسيه موحده لعدن، عمليه اداريه موحده، عمليه امنيه موحده، عمليه عسكريه موحده. اذا خرجت هذه الاطراف برؤيه توافقيه اعتقد ان عدن ستخرج من ازمتها، لكن اذا استمر الخلاف بين كل هذه الاطراف فاعتقد انه حتى تعيين المفلحي في ظل ظروف صعبه ومعقده لن ينجح ايضا. نعم سيد فتحي، أنت تتحدث أن القرار سيجلب إعادة ترتيب في كثير من الأمور التي يحتاج لها الترتيب في محافظة عدن، إذن كيف لنا أن نفهم هذه الاحتجاجات الآن في الشارع والرفض؟ ما هي وجهة نظر الشارع هذا الرافض؟ الشارع طبعا يتمسك، أو جزء كبير من الشارع يتمسك باللواء الزبيدي كمحافظ لعدن، لكن هناك أيضا جزء كبير من الشارع يؤيد تعيين المفلحي محافظا لعدن. الاحتجاجات في الاخير هي متى ستنتهي؟ حينما تتوصل هذه الاطراف الى التسويه السياسيه. في حال مثلا جلس اللواء الزبيدي والمفلحي والشرعيه والامارات، جلست كل هذه الاطراف الى مائده تفاوض واحده ووصلوا الى التسويه السياسيه بخصوص كل المشاكل العالقه، اعتقد الشارع تتقبل القرار بشكل قرار اجماع، كل الاطراف اجمعت على هذا القرار، ثم ربما تذوب الاحتجاجات، لكن الاحتجاجات ربما تتواصل في حال ما لم تتم تسويه حقيقيه. شخصيا انا ارى انه لا يمكن تجاوز الزبيدي او تجاوز كل الاطراف المتحالفه معه، لا تستطيع لا الحكومه الشرعيه ولا السلطه المحليه قادمه ان تتجاوز هذه القوه، هذه القوه موجوده على الارض ولها حضورها ولها شعبيتها. والواجب والاهم انه لا يتم تجاوز هذه القوى، يتم الحوار معها، الجلوس معها والتنسيق والخروج بتوافق اجتماعي سياسي. يمكن لعدن ان تتكلم في ضوءها السلطات المحافظه الجديد سلطاتها وان تعمل كل الاطراف متوافقه بشكل جيد، لكن في حال ذهبت الشرعيه الى فرض ارادتها انا اعتقد ان الاحتجاجات ربما تتوسط وربما نصل الى وضع لا يتم.
نعم، إذا وضحت الفكرة سيد فتحي، تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من عمان مستشار وزير الإعلام السيد مختار رحبي. مرحبا بك سيد مختار. إذا بعد اليوم أداء المحافظ الجديد لليمين الدستورية أمام الرئيس هادي، هل نستطيع القول أن الأزمة في عدن انتهت، أزمة الرفض لهذه القرارات؟ اولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى ضيوفك الكرام جميعا. بالنسبه لحاله الرفض التي تم اعلانها، انا اعتقد انها طبيعيه في ظل هذه الظروف، لكن لو وجدنا او لو بحثنا عن اساس المشكله واساس اقاله أيدروس الزبيدي لوجدناها كثيره ولوجدناها منطقيه، جزء منها سياسي والجزء الاخر ايضا فشل في اداره المحافظه خلال الفتره الماضيه، والجزء الاخر هو عدم التوافق الذي بدأ في الفترة الأخيرة مع رئيس الجمهورية، ونحن نعرف جميع الإشكالية التي حصلت في عدن والتمرد الذي حصل في المطار، وهناك إشكالية كثيرة لم يتم التطرق لها في الإعلام، لكن كانت هناك أزمة عميقة بين الدولة وبين رئاسة الجمهورية والرئيس وبين عدن وبين أيدروس الزبيدي. بالتالي أنا أعتقد أنه من حق أحد من حيث المبدأ الاعتراض على قرارة رئيس الجمهورية، خصوصا أنها في فترة حساسة وفي فترة يجب أن نكون جميعا وراء فخامة رئيس الجمهورية الذي يمثل المشروع الوطني والذي يمتلك المشروعية المعترف بها من جميع أنحاء العالم. نعم. لذلك نقف جميعا في قراراته وحتى وإن كانت مؤلمة وحتى نعم. وإن كانت سيد مختار، وأنت تتحدث عن وتشير إلى التمرد الذي سبق هذه القرارات، كان السيد فتحي يتحدث أن هذه التصرفات كانت مدعومة من إحدى محاور التحالف، وقال أنه يجب خلال المرحلة القادمة أن يكون في توافق سياسي داخل محاور التحالف وصفوف الشرعية، ما رأيك بهذا الطرح؟ صحيح، دعينا نتحدث بصراحة أنها كانت مدعومة من تيار الإمارات والتي هي قامت بقصف بعض ألوية الحماية الرئاسية، وهذا طبعا واضح للعالم، ولا داعي أعتقد أننا بحاجة في هذه الفترة إلى الحديث بصراحة. وبالفعل أنا مع ما تحدث به الأخ فتحي أنه إذا كنا نبحث عن استقرار وعن إنهاء للإشكالية في عدن يجب أن يكون هناك توافق، ويجب أيضا على الإمارات أن تكون داعمة للشرعية وداعمة لرئيس الجمهورية، كما أنها دعمتنا في الحرب وفي تحرير محافظة عدن وباقي المناطق، أن تكون مساعدة لنا في العملية السياسية وأن تنتهي الإشكاليات التي حدثت وتنتهي حالة المد والجزر التي حصلت خلال الفترة الماضية. أنا أعتقد أن الهجوم الغير مبرر من بعض القيادات الإماراتية هو ناتج لهذه الإشكالية التي تفاقمت بعد حادث التمرد وقبلها وبعدها وأيضا أثناء عدم السماح اللواء مهران القباطي من الدخول إلى مدينة عدن والتلفظ عليه بألفاظ نابية بحسب ما تم نشره، وعدم السماح له في الدخول مدينة عدن وهو قائد لواء تابع للحماية الرئاسية من قبل ضابط إماراتي ومن قبل القوات التي تسيطر على مطار عدن. نعم، إذا ابقى معي، تفضل بالبقاء معي سيد مختار ليعود إلى سيد فتحي. إذا سيد فتحي، سيد مختار يتفق معك بخصوص أن تغيير الأدوات لن يغير الدوافع التي أدت إلى إحداث هذه المشكلات. برأيك سيد فتحي، هل ستغير الإمارات من في طريقة التعامل مع ما يحدث في عدن؟ ستكون أكثر حرص حيال خطواتها القادمة فيما يتعلق في محافظة عدن والملف الجنوبي؟ الحقيقة أن الإمارات كانت أكثر الدول حرصا على عدن منذ بدء الحرب قبل سنتين. الإمارات هي أول دولة قدمت الدعم لعدن سواء بالجنود بالمدرعات بكل الإمكانيات، وكانت كان لها الفضل بعد الله في ذات حالة من الاستقرار الأمنية في عدن. من ينكر دور الإمارات هو أن كان جاي في عدن، الإمارات قدمت الكثير لعدن ولا زالت تقدم، لكن يجب أن نتعامل سياسيا ونقول أن الإمارات لها أهداف سياسية مثلها مثل أي دولة، وهذه المطامع السياسية هي في الغالب مشروعة، هي شاركت ضمن الاتحاد العربي، وبالتأكيد أن لها الكثير من الأهداف السياسية أو المطامع السياسية التي تريد تحقيقها. لا خلاف على هذا بالمطلق، للسعودية أهدافها، للإمارات أهدافها، لمصر أهدافها، لكل دولة أهدافها، لا يوجد أي دولة في العالم تشارك في أي حرب أو في أي عملية عسكرية أو أمنية أو سياسية إلا ولها أهدافها. إذا يجب السؤال الأكثر أهمية، كيف يمكن أن ننسق بين
بين كل هذه الأطراف لتحقيق أهدافها، كيف يمكن للشرعية أن تحقق أهدافها، كيف يمكن للإمارات أن تحقق أهدافها، وكيف يمكن للشعوبية أن تحقق أهدافها. يمكن لكل هذه الأطراف أن تحقق أهدافها في حال فقط متى ما كانت العملية منسقة وموحدة بين الشرعية والإمارات والمملكة العربية السعودية والسلطات المحلية والسلطات العسكرية. إذا تعاملت كل هذه الأطراف بمستوى مسؤولية كبيرة وتعاونت فيما بينها، أعتقد أنها يمكن أن تصل كلها مجتمعة صوب هدف نهائي وخير، وهو تحقيق كل الأهداف: إنهاء الانقلاب، تسجيل حضور دولي بين الإمارات، تأمين السعودية، عودة الحكومة الشرعية إلى صنعاء، استفادة الناس في عدن من خدمات السلطة المحلية. لكن المشكلة هي أن الأهداف أو المصالح بين كل هذه الأطراف تعارضت وتضاربت، وحينما تعارضت وتضاربت أنتج حالة من الفشل على كل الأصعدة. سيد فتحي عفوا انقطع، ولكن نعم هنالك من يرى ان المفلحي متخفف من هذه التحيزات لمحاور التحالف، وانه قادر على ان يصنع توازنات في بين هذه الاطراف. ربما شخصيا انا اعتقد ان المفلحي اكثر استغلالية من الكثير من الأطراف الأخرى. هذه نقطة إيجابية تحسب لهذا الرجل، لكن المشكلة أنه ليست القضية أنه يجب أن يكون الرجل مستقل لكي ينجح. لا، الرجل يجب أن يحظى بدعم وتأييد كل الأطراف وإلا لن ينجح. زبيدي كان يحظى بدعم الإمارات أيضا، لكنه كان لا يحظى بدعم الحكومة الشرعية أو أطراف الحكومة الشرعية، بسبب ذلك فشل. المفلحي إذا جاء وهو يحظى بدعم الحكومة الشرعية ولكنه لم يحظى بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها فاعل في عدن، فأعتقد أنه أيضا لن ينجح. لذلك نحن بحاجة إلى رجل يحتاج أو يتمتع بحالة الدعم من كل الأطراف الفاعلة والقوية في عدن. إذا اكتسب المفلحي هذه النقاط فإنجح. نعم، وصلت الفكرة. إذن الصحفي فتحي بالأزرق كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. إذن عودة إليك سيد مختار، هنالك فصائل عسكرية مدعومة من الإمارات قالت أنها مستمرة في رفض القرار، كيف سيتم التعامل مع هذا الأمر من قبل الشرعية وخاصة من قبل المحافظ الجديد؟ كيف سيفرض قراراته على جميع القوى خاصة هذه القوى الرافضة؟ طبعا بالعلم أنه كانت من أهم الأسباب لإقالة عيدروس الزبيدي وكذلك إقالة هاني بن بريك هو إقامة معسكرات وتجنيد خارج إطار الدولة، وهو ما يسمى بالحزام الأمني، الذي طبعا تم إصرار قرارات من قبل الحكومة ومن قبل وزارة الداخلية ومن قبل رئيس الجمهورية بإدماجها في إطار الجيش والأمن وفي إطار الداخلية وفي إطار الجيش، لكن تم رفض هذا. بالتالي كانت هذه النتائج حينما يتم تشكيل يعني مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة تكون تأتمر بأمر شخص واحد. الآن هذه التجمعات المسلحة خارج إطار الدولة التي تتحدث عنها هي موجودة وأصبحت أمر واقع في الميدان، السؤال هو كيف سيتم التعامل معها؟ هو بكل تأكيد أنه لم نصل إلى حالة اصطدام مع يعني الحكومة حتى هذه اللحظة، لا أعتقد أنها وصلت إلى حالة اصطدام. ما زال هناك متسع من الحديث وما زال هناك متسع للحوار حول هذه النقطة، وأنا أعتقد أنه سيتم حلها خلال الفترة القادمة، خصوصا أنه في حتى هذه اللحظة لم يتم إصدار بيان من عيدروس الزبيدي المقال ولا من أحد الأطراف الأخرى، إنما وجدنا ضجيج وسب وشتم من قبل بعض الأطراف الإماراتية لرئيس الجمهورية، وهذا ما رفضناه بشدة. رئيس الجمهورية يمثل الشعب اليمني، يمثل الحكومة، يمثل الدولة، وأي انتقاص من رئيس الجمهورية هو يمثل انتقاص لجميع أبناء الشعب اليمني، وأي مطالبات كما جاء في بعض التغريدات لقيادات إماراتية المطالبة بتغييرها أو أشياء من هذا القبيل، أنا أعتقد أن هذا لا يمكن لأحد يتدخل في هذا الشأن، وحتى وإن كان شريك لنا في معركة التحرير هذا شأن داخلي، ورئيس الجمهورية يتمتع بدعم كامل وشامل من أبناء الشعب وكذلك في التحالف ومن العالم كامل. بالتالي لا أعتقد أن الدخول في هذه المهاترات هو من صالحنا ومن صالح المعركة التي نقودها مع الأشقاء سواء في الإمارات أو في المملكة العربية السعودية.
نعم سيد مختار، اسمح لي لأن أشارك معنا في الحديث من بريطانيا رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. مرحبا بك سيد دكتور عيدروس. كان معي الصحفي فتحي بالأزرق وهو الصحفي القريب من كافة الأطراف ومن الشارع أيضا الجنوبي، قال أن الأزمة ستنتهي خلال اليومين القادمين، ما رأيك أنت؟ هل إلى أين ستمضي بتقديرك أزمة الرفض أو أزمة تغيير قيادة السلطة المحلية في عدن؟ شكرا جزيلا، تحياتي لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. أولا يعني علينا أن نقرأ ما مجريات الأحداث من زاوية دقيقة تتمثل بالتحالف الذي نشأ في 2015 عندما انقلب الحوثيون وعلي عبد الله صالح على الرئيس الشرعي، ولم يجد ملاذا إلا اللجوء إلى عدن، وعندما وصل إلى عدن قابله الجنوبيون جميعا، مواطنين وحراك سياسي وأحزاب سياسية بالترحاب، وشطبوا اسمه من قائمة الخصوم والأعداء، وأعلنوا تحالفا مع الرئيس من طرف واحد. وعندما جاء الغزو إلى عدن وإلى الجنوب وهو يناضل من أجل استعادة دولته وحل قضيته الجنوبية التي من فك الرئيس عبد الرب منصور هذه يعلن أنه يؤازرها ويناصرها ويتفهمها ويسعى لها، أعفى الجنوبيون، أعفوا الرئيس هادي من مواجهة القوى الإنقلابية الغازية، وتصدوا بأجسادهم وبسلاحهم البدائي للجحافل الغازية حتى دحروها عن الجنوب. وطبعا كان للدعم التحالف العربي دورا مؤثرا خصوصا في الشهرين الأخيرين، أما في الشهر الأول فقد كان الجنوبيون يواجهون لوحدهم واستطاعوا أن يدحروا الحوثيين من أكثر من منطقة. بتعيين عيدروس الزبيدي والدكتور ناصر الخبجي وفضل الجعدي وآخرين في وشلال وغيرهم في مناصب مهمة كالأمن والمحافظات، أعلن الرئيس تجسيد هذا التحالف مباشرة، يعني تحالفا رسميا بينه وبين الحراك الجنوبي في مواجهة القوى الإنقلابية الغازية. بإعفاء عيدروس، وربما سيتم إعفاء الدكتور ناصر الخبجي وشلال وربما أحمد بن بريك وفضل الجعدي، سيكون الرئيس قد أعلن فض هذا التحالف وانتهاء التحالف مع الحراك الجنوبي، وهذا حقه. دائما في التحالفات السياسية لا يوجد تحالف إلى الأبد، من حق الرئيس أن يتخلص عن تحالفاته كما يشاء، ولا أتصور أنه سيجرؤ في فض التحالف مع بقية القوى السياسية الشمالية التي تستظل بمظلته وتحتمي بشرعيته. لكن السؤال، ما هو رد الجنوبيين؟ نعم دكتور عيدروس، ولكن هو يتعامل كرئيس دولة كلف أشخاص بمهام معينة ثم أعفاهم عن هذا بعيدا عن التحالفات التي تتحدث عنها. أنتم تنظرون هكذا، ربما هذا نظرتك أنت ونظرة الأخوان اللي يتكلموا معك، لا أدري ماذا قالوا، لم أسمع إلا جزءا من الأخ ضيفك للأخير. أنتم تنظرون لها هكذا، لكن عيدروس الزبيدي هو رمز الثورة السلمية الجنوبية التي تسعى للتحرير والاستقلال. أنا شخصيا لو كنت مكان عيدروس الزبيدي، وأنا قرأت له تعليقات تغريدات يدعو فيها المواطنين الجنوبيين إلى، يدعو فيها زملائه الناشطين السياسيين أنصاره إلى القبول بقرارات رئيس الجمهورية، وأنه سيعود إلى مكانه في الشارع. عيدروس الزبيدي لم يخلق رئيسا، عيدروس الزبيدي استمد حب الناس له من مواقفه الشجاعة ومن قدرته الباهرة على تسجيل معارك بطولية لا يستطيع أحد أن يزايد عليه. واليوم من المضحك أني أقرأ رسالة، يعني خبر مفرح عند بعض المواقع الصحفية، أن الرئيس وجه بإيقاف توقيعاته للبنك. أنا لا أتصور ولا اعتقد ان عيدروس الزبيدي يفكر في التعامل مع البنك الا عندما كانت الضروره ضروره الوظيفيه. اعود مره واخرى واقول ان الموقف الطبيعي انه كنت مكان عيدروس الزبيدي وجه رساله شكر للرئيس انه اعفانا من هذه الورطه التي ظل الاخ عيدروس مورط فيها لمده سنتين، وهو مقيد اليدين ومكبل ومحال محاط بالفاسدين والعابثين الذين يعطلون كل عمل يعمله، واياكم ان تصدقوا ان وضحت الفكره دكتور بسبب فشل عيدروس في اداره عدن. نعم يعني لا يعاني عدن والعدنيون هو بسبب
وجود حكومة كابتة على نفس المحافظ ولا تسمح له بالحركة أو عمل أي شيء. نعم وضحت الفكرة دكتور، اسمح لي أن أنقلها إلى السيد مختار الذي يمثل وجهة نظر هادي والشرعية. إذن سيد مختار، الدكتور عيدروس يرى أن الأمر كان فض التحالف، أن هادي أبرم تحالف مع الحراك الجنوبي وكان لمدة معينة، ثم تم إنهاء هذا التحالف بإقالة عيدروس، ووصف عيدروس في موقعه كمحافظ كان بالورطة. أولا سيدتي العزيزة، علينا أن نعرف أولا ماذا حصل في خلال الفترة الماضية وما الذي حدث في مدينة عدن وكذلك الإشكالية التي حصلت. أما بالنسبة للحديث عن تحالفات ودخول رئيس الجمهورية بتحالفات مع الحراك الجنوبي، رئيس الجمهورية حتى في الفترة التي كان في صنعاء كان دخل بتحالفات مع الحراك الجنوبي، وكان العميد ناصر النوبة كان لجوء رئيس الجمهورية وذهب إلى صنعاء، وكذلك كثير من القيادات كانت متحالفة مع رئيس الجمهورية. لكن بعد دخول الميليشيات الحوثية إلى مدينة عدن وما حدث ما حدث في مدينة عدن، كان الجميع على الأطياف السياسية في الشمال وفي الجنوب وكل من دعم رئيس الجمهورية وشرعية رئيس الجمهورية كانوا كلهم في خندق واحد، بما فيهم الحراك الجنوبي وبما فيهم عيدروس الزبيدي وشلال، وكافة القيادات اتحدوا كامل في معركة وطنية ضد الميليشيات المدعومة من إيران، ووقفوا جميعا ضد هذه الميليشيات التي نعم. دخلت. شكرا سيد بعد مختار. ذلك تم إتاحة الفرصة، اسمحي لي فقط في دقيقة، بعد ذلك تم إتاحة الفرصة أمام عيدروس الزبيدي وأمام القيادات، لكن للأسف الشديد كانت هناك تصرفات طائشة من قبلهم، كان هناك تصرفات غير مسؤولة مع رئيس الدولة، كان هناك عصيان واضح لأوامر رئيس الجمهورية، كان هناك أيضا فشل في توفير الخدمات الأساسية. مدينة عدن الآن، وأنا لا أحكم على عيدروس الزبيدي، ولكن أبناء عدن ومن عاش في عدن هم الذين يحكمون والذين يطالبون حتى هذه اللحظة بتوفير المياه، بتوفير الكهرباء، بتوفير الأمن. نعم. بتوفير وضحت الفكرة. بتوفير كافة الخدمات الأساسية. نعم، لم يعد لدي وقت سيد مختار، العفو منك. إذا مستشار وزير الإعلام سيد مختار الرحبي، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا. عودة أخيرة إليك دكتور عيدروس في أقل من دقيقة الآن، أين يذهب الشارع الجنوبي وأنصار الحراك بعد تأدية المفلحية اليوم لليمين الدستورية، وهل سيتقبل الأمر؟ ما الذي سيحدث بالضبط في الشارع الجنوبي؟ لا أدري، أنا لست محسوبا على أي طرف سياسي من أطراف الصراع، لكن حقيقة لا أخفي أنني من أنصار القضية الجنوبية، لكنني أدعو نشطاء الحراك الجنوبي إلى التمسك بالنضال السلمي من أجل قضيتهم. اليوم رئيس الجمهورية فك التحالف معكم، فاختاروا خياركم السلمي السابق الذي عرفنا عنكم طوال الفترة منذ 2007، وأعتقد أن الجنوبيين سينظمون صفوفهم وسيستعيدوا طاقتهم وسيتمسكون بقضيتهم. الرئيس هادي يطلق النار على قدمين، يعني الخدمات التي قدمها لنشطاء الحراك الجنوبي اليوم يكافئهم بالاستغناء عنهم، لان لديه تحالف اقوى. هذا التحالف هو تحالف 1994 بإطاره الواسع، المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح وأجزاء من القوى الشمالية الأخرى التي هي تناصب العداء للجنوب، وبالتالي هذا حقه. فلننظر ماذا سيجرى. بالنسبة للأخ عبد العزيز المفلحي، أنا أقدره وأعتز بصداقته، لكن كنت أتمنى أن لا يورط نفسه في هذه الورطة ويدخل بكرة. اليوم هو وصل عدن كما قرأت في بعض المواقع، لا أدري ماذا سيعمل بكرة، لكن أمامه خيارين: أما أن يلبي مصالح الفاسدين الذين فرضوه واشترطوا عليه، وأما أن يختار إلى الشارع الجنوبي. فإذا اختار الشارع الجنوبي فإن الفاسدين سيقتلعوا مثل ما اقتلعوا عيدروس. هذه قضية. وضحت الفكرة دكتور، شكرا. لا حصن على عدن ولا على معاناة العدنيين ولا على فشل في الخدمات. الصراع هو أن تحالف 94 يريد إمعاء في عدن تمشي له مصالحه التي كسبها على نعم. وضحت الفكرة دكتور، انتهى وقت البرنامج. إذا هل سيقبل المفلحي؟ أتمنى أن لا يقبل. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، كنت معنا من بريطانيا. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من عدن الصحفي فتحي باللزرق،
وكان معي أيضا من عمان مستشار وزير الإعلام السيد مختار الرحبي، ومن بريطانيا كان معي رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام الدكتور عيدروس النقيب. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.